أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أستاذ علي، حاصلين معنا برنامج. وهذا ما هو؟ شو برنامج؟ هذا برنامج ايش؟ برنامج الضيف يحكم المضيف. اترحل لو تكرم. أنت ايش أنت؟ أنا ضيف صح؟ أنا الضيف يحكم المضيف. جلس. تجلس. الضيف يحكم المضيف. مضيف جلس. يا أهلا وسهلا. فوق عيني وراسي. ايوه بس اشتري شعرك. جلس جلس اول شيء جلس. ايوه جلس جلس. كيف جلس؟ هل كنا معنا برنامج؟ اول شيء جلس. هذا الضيف في حكمل؟ المضيف. يعني انا في حكمل؟ المضيف. يعني انت؟ يعني ولا نفس. ولا؟ خلاص ولا كلمة. مشي نبدا. ما في. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد. ونرحب ايضا بالاستاذ علي السعداني الفنان الرائع، ونرحب ايضا باخونا علي النميري احد المبدعين الرائعين، وكذلك ايضا اخونا معاذ الجلال. معاذ الجلال، اهلا وسهلا بكم جميعا. ونقول لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير، واليمن ان شاء الله في خير وعافيه. ونقول للحجاج حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وسعي مشكور. وسعي مشكور. يا سلام عليك، يعجبني انك تلاحظ الحاجة. شوف لو ما انش موجود. عموما مشاهدينا، بداية الحلقة نتعرف، طبعا اكيد تعرفوا الفنان علي السعداني، بس نعرفكم بالمبدع الجديد والقادم ان شاء الله بقوة في مجال الاعلام والكوميديا، اخونا علي النميري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عرف بنفسك يا سلام. أولا علي أحمد النميري، فنان كوميدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من أين؟ من إب محافظة بعدان. مرحبا بك. ما فيش محافظة اسمها بعدان إلا في بعدان قبلة المشكي. لحظة صح صح، ما فيش محافظة اسمها بعدان. ولازم شوف لما تسوي مشهد لازم تسوي فيه يعني إضافة. بس ما تكبر هجم المديرية إلا محافظة يا أخي. بعدان كبيرة يا أخي. يعني محافظة بعدان. أيوة. عزلة المشكي. مديريته. مديريته. والمشاهد يفهم. المشاهد يفهمها كويس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأخونا معاذ محمد الجلال. معاذ الجلال طبعا مغترب في المملكة العربية السعودية. من قبل كم مغترب؟ 8 سنوات الآن. ليش اغترب؟ والله مغير الوضع الحالي. قلنا لك لا تغترب. لا. يعني ايش الاسباب اللي كل واحد له سبب؟ اسباب كثيره عندنا اسباب بطاله في اليمن. ما خلصنا جامعه، ما في شغل، ما في اي شيء. مثلا يبغى يتزوج، يبغى يشتري سياره، يبغى يعمر بيت، ما في امكانيه الا في الغربه. هذا الواقع يقول كذا. يعني موجود اعمال هناك لكن ما يعني ما تغطي. يعني ما تغطي نهائيا. هذا اذا وجدت عمل. هذا اذا وجدت عمل. اعتقد الغربه نفسها اساسها هي مشكله بحد ذاتها. الغربه هي مشكله، لكن نعمه. لكنها نعمه من اي ناحيه؟ تعلمك الغربة كثير. اللي ما اغترب أنا أشوفه ما تعلم كثير. الغربة مدرسة كبيرة، تعرف الناس، تعرف المجتمع، تعرف البيئة. يعني مو كل شخص يضحك بوجهك إنه هو يعني بينفعك، بيفز لك، بيدعمك. لا، الغربة تصنف لك الناس، حتى أقرب الناس لك تصنفهم الغربة. كلام جميل والله. تعلمك الطباخة، تعلمك الغسيل تعلمك كل شيء. يعني اللي ما تشتغلها في اليمن تشتغلها. يعني تشتغلها وبعد تكون نفسك تخدم نفسك بنفسك. يا سلام. تفضل. في بيت شعر عن وضعك عن السفر. ايش عن السفر؟ سافر في الاسفار. 5 فوائد. ايش وايش احنا بتنال الوسط والسابعة. ايش 7 فوائد. 7 فوائد من السفر. 5 ما بالك غربة. 12. طيب اخي علي. نعم. علي النميري. كم لك مغترب؟ والله لي 6 أو 7 سنوات. 6 أو 7 سنوات. طيب موهبتك في التقليد وفي الكوميديا وفي الاغاني ظهرت في اليمن ولا؟ لا، ظهرت هنا في السعوديه. في الخليج بشكل عام. الخليج. ومن اقدر اقول من هو الشخص الذي اكتشف موهبتك؟ والله انا ما شايف. الأستاذ معاذ الجلال طبعا. يعني كان له دور كبير. يعني طبعا كنت اسوي اشياء امامه يقول لي هذه. بتشكره طبعا. اكيد صح. الشكر لله اولا ثم اكيد يعني اكيد الله يعني. يا سلام. من لا يشكر الناس لا يشكر. لا يشكر صحيح. تفضل. ومن غير طبعا في كثير.
من شجعك على الموهبة؟ طبعا أصحاب المنطقة اللي فيها، يعني أصحاب اللي احنا نسميه أصحاب البلاد، هم اللي شجعوني، وهم اللي كنت أكسر رؤوسهم، وهم اللي كنت أضبح فيهم، وهم اللي كنت عندما أخذ العود لازم أجيب لهم بنادول برامول عشان صاحبنا الأغنية صاحب وما مرقي وما مرقي واللي دوخ واللي المهم لا وصل الفنان عين مي معين معي أغنية واحدة فقط أجلس أسمع لهم من الصبح من أسمع الأول السبع الآخر من الورقة خلناه جعلوا سنة شوية. أستاذ علي اطلب من الأخ أغنية مشهد، أنت أخبري، أنت الضيف وهو أنت المضيف وهو الضيف سوي الضيف. أنا أشتي منه غير بس يدي لنا أول ما أغنية إن والله عجبتنا حل ماشي فالمشهد بعدها على طول تضيع عليك. يلا نسمع الأغنية. تفضل. طبعا هذه الأغنية طبعا بالحروف الإنجليزية زفة يمنية. يا سلام. طبعا اشتهرت هنا في الخليج. طيب مع بعض. مع بعض. اي بي سي دي اف جي اتش اي جي لاكي او ام لا ام ان او في ار اس تي او في دبليو لا في دبليو اكس واي لا واي زد. وحكك يا جر تداحي. ايش ال ما طلع لك؟ ما هي الفكرة اللي طلعت لك من الموضوع؟ والله جالي هاجس كذا. طبعا كان في تحديات بيني انا واحد يمني طبعا متجنس بامريكا، وبعدين كان نزل مقطع بعدين جالس يتكلم انا وانت نتناقش مع بعض يعني عبر الفيسبوك، يقول لي تحديات بيني انا وانت ما ينزل مقطع يكسب اكثر ناس جمهور لايك يعني لايكات. ايوه كنت اقول له يا اخي رحلك يا اخي. يقول لي ما بالله خلاص انا انزل الاسبوع هذا وانت الاسبوع الجاي. قلت له خلاص طيب نزل. نزل هو مقطع طبعا عملوا له اعجاب يعني حدود 40 كذا او 50 40 شخص. ايوه يا سلام. ايوه انا نزلت المقطع هذا ما انش عارف انه بينتشر على الناس جميعا يعني انتشر يعني عبر الصحف عبر طبعا قناه سماء اليمن، بس لانه فكرتين فكره يعني انجليزي بالزفة صنعاني. زفة صنعاني ايوه طبعا في لقلبات يعني هذا عادك تقلب. انت ايوه يا سلام. نزلت بعد بالعود. نزلت في العود. ايوه نزلت في العود. طبعا اول ما نزلتها نزلتها من باب الضحكه من باب المزح انا وصديقي هذا. ايوه ما انا عارف اني بتنتشر يعني شفت بجميع الصفحات في الفيسبوك وهذا ما شاء الله. بعدين يوم ثاني اشوف زملائي ناس يراسلوني عبر الواتساب يعني انت في صحيفه كذا انت في صحيفه كذا اول يمني العب بالعود يا نميري العب. وانا ما نعرف قلت يا الله لو يرجع يستضيفوني بقناه يا اخي ما عندي الا هذا الاغنيه. قد استضفناك ما معك الا انت به. هي ما معك لهذه. ها بعدين شفت صحف نزلنا فيهم اعجابات يعني صحيفه عملوا لها اعجاب كم 12000 صحيح يعني ما شاء الله صحيح على المقطع الفيديو. انا شفت صحف الكويتيه صحف في الامارات طبعا احنا ان شاء الله اذا في اليمن نفسها اذا امكن احنا بندخل المقطع نشوفه مع العود. تمام ان شاء الله. ايوه مشاهدينا نشوف المقطع هذا ونرجع لك. Oh.
سلام عليك يا سلام. اسلم الله يا سلام. طبعا شوف هي ما بش فيها الجديد فيها بس انك غنيت بالانجليزي نكهة انجليزية. ايوه الحين في ان شاء الله عمل جاي جدول الضرب. جدول الضرب نزل لحنته. شوف في الان هذه فيها فكره قلت له قلبات هكذا. شفت القلبات حق الصلاه عليك شلون القلب وانا افعل ابوه هذا. انت هل قد جاء وزير التعليم تعتبر؟ نعم يعني لو صح 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 انت بشوف بنزل ان شاء الله يعني ممكن انك توظفها للجانب التعليمي لانه الان الاساليب تغيرت يعني الان اصبح حب وغرام الطلاب يميلوا للموسيقى. هم وسائل عده يعني مثلا انه الان اضافوا انه اللابتوب على بعض المدارس ما عاد يحتاج يجي المنهج الدراسي كامل اللابتوب ويقوم بالواجب. صح صحيح. انت ممكن انك تدخل باسلوب جديد يعني انك تنزل مقاطع يعني جدول الضرب الحروف الانجليزي تعلم الاطفال جدول الضرب على الحروف حروف عربي بس مش بالعود مش بهذا الطريقه يعني لا العود بالفصل هذه لا اقصد يعني لا هذا عاد بعض الحين انت وسيله واحنا جالسين في المبيل في اليمن وبشغل ما هو الشرط انه يلعب بالعود او كذا او كذا. انا اقصد انه الفكره يعني في حد ايوه في فكره هذه فكره حلوه ممكن انك تدورها. الواحد احنا مشكلتنا في الوطن العربي ان احنا ما نبتكرش مع انه هذا هو تاريخنا العربي من اجدادنا مليء بالابتكارات. ايوه مليء بالابتكارات والاختراعات يعني علماء الامه العالم كامل هم من الاصول العربيه ومن معظم العلوم أيوة. بدأها العرب صحيح. ولولا انه جو او اكتسبوا مننا وقاموا وظفوا احنا رقدنا احنا نمنا احنا جلسنا بالصفر. عاد في شيء ثاني عندك اللحن اليمني. اللحن اليمني بشكل عام اللحن اليمني استطيع تضيفه على انا استطيع اركبه على اغاني هنديه يعني تجيب لي كلمات هنديه الفن اليمني الالحان اليمنيه والفن اليمني بشكل التراث اليمني استطيع ادمجهم مع اغاني هنديه مع اغاني انجليزي يعني سهل okay. يعني ما استطيع اجيب الحين الان بس خليها يعني ما تستطيع لكن تستطيع نخليها المشهد. طيب قبل المشهد احنا بنروح فاصل قصير جدا ونرجع الى هذه الجلسه الرائعه الضيف في حكم الضيف. نروح فاصل مشاهدينا ونرجع. عدنا اليكم من جديد. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا واهلا بضيوفي الكرام في هذا المكان الرائع. اهلا وسهلا الاستاذ علي السعداني حبيب قلبي. طبعا ما عاد نعرفش الجمهور ما شاء الله يعرفك استاذ علي السعداني صاحب تقاسيم وجه رائعه للتمثيل. انا اعتبره من نموذج للممثلين بالذات في ملامح الوجه وتقاسيم الوجه يعني ابداع. الله يحفظك. هذا من فضل ربي ما شاء الله عليك فعلا. يعني شو اقول لك يا حاجي هو طبعا التمثيل يعني خلينا ناخذ ندي معلومه للجمهور انه التمثيل بشكل عام هو ما هوش احنا طبعا بطبيعه الحال يلا كذا يجي يعمل زبجة ثنتين كذا يعمل كذا يقوم هي منظومه ماشيه هكذا تجي عفويه صح ان هذا يجي مثل هذا. هي منظومه اول شيء انه يكون وجه محايد. يا سلام. بمعنى انه لا يكون مثلا في وجه ينفع هذا يقع يعني عصبي يقع غاضب يقع على الدوار الشريره في بكغر وشكلها هكذا صح الدور شرير مجرد ما تقول له انت مشي دور كوميدي دور يعني مسكين مثلا مسكين. هو شو هذا؟ يقول له تركوا يعني مسكين مسكين غابة ما يرضاش وشي يتكلب يتغير ايوه قدو هذا يعني ولا وجه حق يعني بشوش سمح يعني مثله كلها يعني غير غاضب يعني واحد الله ما يجيش فهو لابد ان يكون الوجه محايد لا ينتمي الى احد لا الى هذه لا هذا كذا مجرد هذا يبدع اكثر. هذا هو هذا اول شرط لما تقول له غضب ايوه شوف وجه طبيعي مجرد ما يغضب يقلب وجه. طيب مسكين طبيعي كده. مسكين يغير الوجه
اقصد انه لابد انا اتي لك المشاهد اتي لك مجموعة المشاهد مثلا الان مشهد بما انه ممثل اتي لي الاخ علي شوف يا علي مر بعد مر بين اقول لك عندما تجي لهانا تنجيب موعد كنت اتصل لهانا وقل لي مفهوم ولا لا؟ لا غضب تهديد وانا بطيء وانا بطيء مثلا لو جي نفس الحوار نفسه بس نتغير الشكل مثلا رحيم خالي انا بين اقول لك مربع عندما تجي انت تبلغني عندما تجي لهانا اخي انا قصدي يعني الناس يتصلوا الناس كثير يعني على حسن نيتي تجيب مثلا ادوار انه طيب بخبث ممكن يكون فيه خبث خبث ايوه اخ علي انت قلنا لك لكن عندما تجيك انت تجي تفعل مع موعد هي كيف ها؟ لا قصدي انت بعد تجيب موعد مشاكل هيجي على كيف الحين انت حسست الناس انه جاب بدون موعد هو جاب موعد ياسر بس هذا هذا انا اخذت هي الموضوعه مثلا هو مثلا مثلا تتيه بكاء حس شديد انا هذا البكاء معي في خزانتنا ما شاء الله بكاء متى مشينا الزهر تتي لي ذا المشهد يلا نفس المشهد نفس الحوار يلا نفس الحوار هذا طلاق يلا دلي بصل من غير بصل هيا دخل في الجو ابكي هكذا لا اديلي مشهد نفسه يعني قول لي يا اخ علي لما تكون تجيب موعد كنت تجيب موعد ما عندي شاكله يلا يا اخ علي ليش تجرحني ما دخلني انا ما جرحتكش كل انا جيت لعندك اطلب منك شوفه ما طلبش منك جرحني يا زلمه رائع يعني قد نصرح ممثل لا ممثل بس اشتبتي لك معلومة ما كنتش عمل كده لحظة في حوار يصنع البكاء ايوة وفيه ممثل يصنع البكاء ولو الحوار ولو الحوار جانبي مثلا انا قلت لك تقول لي يا اخ علي انا عندما اقول لك تجي كان تجي بموعد مش تجي هذا اجي كم تجي بقى فعندما اجي اقول لك اخ علي لو قلت لك عندما كنت تجي جيب موعد لكن في حوار يصنع البكاء بكيتني والوضع ما يستاهل لابد هذا يعني الوجه المحايد احنا بنتكلم ربما خرجنا عن موضوع الحلقه لكن موضوعنا ترفيهي وعن العيد وما في حاجه يعني فالعيد الابتسامه مطلوبه يعني فهذه انا كنت اشتري هذه واحده باقي واحده ثانيه مهمه هنا عده بس انا زدت لك هذا المهمه الجانب الثاني انه يكون ذو خلق الممثل ايوه لانه يدخل الى المنازل يدخل الى البيوت يدخل الى غرف النوم هذا الممثل باعماله الصغير يتابع المرأة تتابع الكبير يتابع الكل يتابع لازم يكون قدوة وخلق في اليوم بيدخل في يوم ثاني ويلقوا في مكان مشبوه في أماكن لا تليق كإنسان مش بس فنان يعني مواقف مرضية وبعدين يوم ثاني وهو في البيوت بيدي توجيهات من عيقبل للعائلة من عتقبل ما يصنع أقصد أنه هذا لابد مثلا انه يكون قدوه انا عارف انا اللي يقصد انه بالشارع مثلا غير وبعدين قدام الكاميرا يمثل انه غير فضروري يكون هو نفس هو في نفسه هذا شيء تقنيه هذا تقنيه انا اقصد في الواقع حقيقه انه يكون رجل مستقيم اخلاقي لان هذه المهنه اذا يعني قد ميعوها وهي مهنه لو تجي لها تاريخها الاول انه الاغريق هو اول من عمل المسرح هو الاغريق عبر ايش؟ عبر الكنيسه. والكنيسه قبل ان تحول الديانه المسيحيه وتتحرف وكان عاد الدين السماوي. قبل الاسلام. قبل الاسلام طبعا. وكانت الكنيسه استخدمتها للتوجيه والوعي فكان ياخذوا
لدرجة انه كان يقوم بدور البطولة الملك، الملك حق ال حق ال طبيعي هذا تقرا التاريخ وحتشوفه. الاغريق هكذا كان ياخذه الملك ويجي دور، بينما ياخذه كذا الاشرار يتوهم من الناس الذي ما همش موجودين، من يعني زي ما تقول مش موجودين على المجتمع، مش هم ظاهرين ولا لهم في، خلوهم كاشرار، حتى انه كان يعملوا لهم اقنعه بحيث انه لا يعرفش الاشرار. ايضا في ذكرتني بموقف طبعا رسول الله اللهم صل على محمد مثل في دور من يعني مره ماشيين هو الصحابه، ما اذكر نص الحديث بس انه لقي جيفه او كذا، فقال من يشتري مني هذه؟ طب مثل انه صاحب هذه السلعه الجيفه من عايشتريها مني؟ استغربوا كيف من عايشتريها منك يا رب؟ في معنى الحديث انه قال لهم انه هذه الدنيا، هذه الدنيا او ما ادري نص الحديث، بس انه مثل عليهم تمثيل ورجع اكيد انه وصلهم الفكره بطريقه ملحوظه. انك ذكرتني في هذا المسمه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم كل ما حوله، كل الذي حوله يضرب، كان يضرب امثله، وكان يستخدم كل شيء من اجل التعليم والتوعي ويوصل الرساله. مثلا بينما نحن جلوس عند رسول الله، الحديث الشريف، بينما نحن جلوس عند رسول الله اذ ظهر علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا ايوه لا يعرف منا احد، ويعني شوف 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 مثل جبريل مثل دور دور انه لا يعرف منا احد، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل اسئله، ايوه وسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفي على فخذي وقال يا محمد سأل اسئله ودارب معناها دارب جوابها، عجبنا له يساله ويصدق الى نهايه الحديث، وقال تعالوا هذا جبريل اتاكم يعلمكم الدين. مشهد يعني جابوا مشهد، ايوه الصحابه لو ان الحديث جاء أركان الإسلام كذا، أركان الإيمان كذا، الذي الصلاة كذا، تعالي، كان طبيعي أن نؤمن بها والصحابة يؤمنوا بها، إبداع فيه. لكن الأسلوب، شوف شوف المنظر، اللبس، الكذا، الإيحاء، الحركة، هذا هو، هذا هو التمثيل الذي لفت انتباه، أيوة، أنك تعلم بهالطريقة بأسلوب، يعني حتى وقاطعتك، يعني الآن يعني وصلنا 1437 أو 36، كل ما قرأنا الحديث هذا نتذكر المشهد هذا، الشكل، الشخص، صح. كيف يعني نتخيله فعلا، يعني غير ما نقرأ قراءة، بس عندما نتذكر كيف وصل الرجل وكيف دخل وكيف جلس نتذكر المشهد كامل، لأنه جاب لنا على صورة مشهد فعلا. طيب أنا أسألكم لأنه الوقت بيمشي، إحنا عملنا فلاش طبعا في موضوع الحلقة، في الفلاش عن التفاؤل، وكان نجم الفلاش هذا الأستاذ علي السعداني والأستاذ إبراهيم بادي. نتابع مشاهدي الكرام هذا الفلاش التمثيلي ونرجع. سعيد مالك مالك؟ اشترينا الدلاجة هاي وما فيه للعيد. كيف الدلاجة ولا اشتريت ما فيه؟ قبل هذا الظلام هاي احنا كلنا اشترينا قبل هذا الظلام ولكم الذي يا أخ سعيد مالك؟ من أين أتي بعد العيد؟ من أين أتي بعد عيدي لي وكيف أفعل؟ يحول بحي يحول بحي بقل من يشتري لدل الجهة إنك شتي تقول إنك نادم عندما اشتريت لدل الجهة؟ يا قاري قاري لو ترجع الأيام والله لا أردن بغير جينا نصلي على رسول الله يوم الله بتصل بحلوي مالك بحاجة غير هذا وقعت لك مصيبة إيه ما هي المصيبة هذا؟ اشتريت لدل الجهة ليك ليك اشتريت الدلاجة الكل انا بنشتري قبل هذا الظلام ما عيد الا عيد الجهة وبعدين الضروري تبتسم يبصرك جهالك وانت مبتسم مرتك تبصرك وانت مبتسم جيرانك يبصرك وانت مبتسم ما هلك ايو ابتسم ايو هكذا ولي ما هلك بعد العيد بعد العيد هاي اسمحني من ولي تالك فلوس قبل العيد تشتري ده الله خلاص ولي علي رزقك قبل العيد ارزقك بعد العيد بعد العيد بعد العيد هيا اسمع اسبوع بعد العيد صرف علي ما عاد شتي لا يوم الاحد وبعد الاحد وبعد الاحد ارزقك واحد احد حد بيرزقك غيره ما بحد.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد وتابعنا مع بعض هذا الفلاش الرائع يا استاذ، ابدعت يا استاذ. وفعلا التفاؤل مطلوب. ما بيش ما التفاؤل لله موجود ان شاء الله. لكنه الله سبحانه وتعالى تكفل بكل شيء. تكفل في كل حاجه. نعم. واعتقد انه اخي معاذ ما رايك انت في موضوع الفلاش؟ وهل نتفائل في موضوع بلادنا في اليمن؟ يعني نتفائل دائما لا حياة مع الياس. دائما. رغم ما وصلنا حتى لو وصلنا الى اسوء من هذا الحال نتفائل. الياس كفر. يا سلام. نتفائل دائما والله سبحانه وتعالى كذا. كل ما تفائلنا كل ما صدق ضروري نعيش بتفاؤل. طيب حصل لك موقف اخي معاذ في هذا الموضوع، يعني في التفاؤل او في الياس، قد كنت وصلت لمرحله يئست؟ الاستاذ علي قد كان وصل لمرحله وياس في مسيرته، وتذكر موقف يا سلام قبل يعني بالاطار هذا موقف انت موجود كنت فيه؟ يعني انا حضرت متاخر، كان موجود مع مجموعه من الشباب والاخ كان متحمس في بدايه مسيرته الفنيه، سجل مقطع وجابه بالجوال ويمشي على الشباب يسمعهم، كل واحد يقول له ما تعرف، وهذا يقول له مش كويس، خلاص وصلت والاخ محطم يائس. المقطع فعلا ما يسوى يعني. المقطع فعلا بالحضيض، بس وصلت والاخ مسكني قال لي تعال والله اوريك، وريني المقطع اشوف لا اداء لا فن لا مسكه عود لا لبس، ما فيه لا شكل ولا اي شيء. ايش رايك بدايه؟ قلت له فنان وكلمته من قلب، يعني مش من باب الكذب، لا من باب انه اشجعه، يعني قلت له لا تيأس، بالعكس اسمع كلامه واسمعني، انا انت مبدع انطلق لا تتوقف. التفت يمين يسار فتح جيبه كذا قال جيبي 100 ريال علي الطلاق انك تجي البقاله نشتري بها كلها الساعه 1 بعد نصف الليل. طلعنا التموينات الممشرين العصير شرينا كل شيء فضلت 20 ريال. قلت له علي خلاص يكفي. قال لا تقول لي ايش تشحن جوالك سوى ولا موبايلي؟ قلت له سوى موبايلي. قال اعطيه 10 سوى 10 موبايلي. فعلا صارت له دفعه، يعني كان كل يوم انت رايح عند هذا يقول كيف المقطع؟ يقول لي والله يا اخي لو انت في قريه ما تنفع فنان. واحد يقول لي والله لو تطلع صنعاء ما في الا في الدباب الصحة. فهمت هنا لا؟ ايوه والله هجاء يا اخي، ما انت ما صوتك من شهر وسنين يا اخي خلاص يأسوك. يأسوني. انا حصلت مره على موقف صراحه موقف محرج يا سلام. ها واحد زميلي جاء عندي العزبه وبعدين شاف العود وانا لابس مشيك، بعدين قال لي ها عندك عود؟ قلت له بوب كيف؟ واعزف. قال لي خلاص علي الطلاق انك تاخذ العود. هكذا كذا وانا ما عنديش الا اغنيه واحده. اي بي سي؟ لا رد السلام، رد السلام، رد النهر. قلت له يا اخي انا ما اعرف والله ما اعرف، لا تخزفي بي امام الناس. طيب كيف معك عود وما تعرف؟ لا انا بدايه التعليم هذا كذا. وبعدين على وتر وتر قد قارح كامل ما اقول على واحد واحد بكل. ما في الا النحاس هذا كابو اثنين. قال لي ما في الا انا وانت وواحد صاحبي. قلت له يعني ما في شحرات؟ اي ما في شحرات. وهو قد اتصل الناس قال بدي لكم فنان. الله. بعدين قلت خلاص بمشي معه خلاص، يعني ما بيخدعني، ما بقول منهم الا ثلاثة امتار بروح معه. رحت دخلت عزبه طال عمر السلامه والناس جالسين، انا وصلتهم صفقوا كلهم. انا بالفنان علي النميري اهلا يا اخي، وانا العرق قد كان صب. وصلت بعدين يقول يلا بسم الله بسم الله. قام واحد يقول يا اخي ابغى شاهي، يعني قد لقي خلاص يعني الشبل الرغي شاهي وليعرق وليرتعش كذا يعني. طيب وانت جهز شيء ولا ما بالله؟ هذا قال له ما انا افكر انه هو واحد صاحبه، يقول لي انا ما بالله انا وانت بس. ايوه وبعدين ادخل لك على وسط مجلس طويل علي. طيب غنيت؟ ايش غنيت؟ قلت له واحد قلت له قم تصلح لنا شاهي. قام صلح شاهي ورجع تقول برا عندي جلس قدامي. قال لي يلا. قلت له اسمع يا اخي هي معي واحده والله ما لها داقق الا لما ما انا عازف لها الا لما تجيب الشاي لعندي اسمعك. قام ادي الشاي ورجع وانا رد السلام رد السلام، واضح اقول عبد السلام عبد السلام. فهمت؟ ها؟ حول ولا قوه الا بالله. المهم كنت اعرف عزكم الله ما اخطاتكم تبهدلت. المهم خلي وجهي بالحضيض. بعدين قالوا لي خلاص بس اسكت. قالوا لك اسكت؟ قال لي صاحبي هذا خلي اسكت. خلاص اسكت يا اخي. اسكت. قلت له شو السر؟ والله ما انا ساكت. امسك العود امانه زي الموتر. لسه ما رد السلام. لا ما رقد. والله رقد وسط الديوان.
لقد بعدين يا اخي وانا امسك انا اريد السلامات كبدا من النص ابدا من طاقه بس قلوتها المهم ها رديت روحك المهم قام يا اخي وعدك بدي السلام قلت له ايه عقاب لك قال لي خلاص اسكت يلا خلاص قوموا خلونا نمشي يعني نروح للبيت بعدين اللي ركبنا بالسياره بعدين يقول كل واحد يجرب صوتي نص السياره في صدى بدي السلام بدي السلام الوقت في السياره على جنب خذ لك له مزيان خذ لك تكس دحين يقول لي ما يتصل يقول لي ها وين قال وصلت عادك عند رد السلام اقول له لا قاطلوك الحروف الابجديه وخذنا للحين ها الله يا سلام حياك كثير يا الله روحك طيبه والله الله يرضى والله روحك كوميديه وتنفع في التمثيل انا في نظري رائع في التمثيل سلام الله وعد كلك ان شاء الله مشاركه باذن الله ما رايك يا استاذ علي انا بنشوف انه روحه حلوه يعني تلقاي عند الطبيب تلقاي حلو طبعا شهادة اعتز فيها فنان كبير واستاذ اهلا وسهلا استاذ عبد الكريم فنان كبير واستاذ ومدير فوق عيني ولا طيب مشاهدي طبعا مشاهدي اكيد اصلا مشاهدي اللي الحين تشرف بهم كلنا الله يستر عليهم جميعا طيب مشاهدينا الكرام طبعا الاستاذ علي دائما نطلب منه مواقف وهو يتهرب هذه المره مسكناه والضيف في حكم المضيف يعني ما يقدر يعتذر لكن بعد الفاصل نسمع موقف محرج للأستاذ علي السعداني تابعونا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ورجعنا مع الأستاذ علي السعداني والمواقف المحرجة تفضل يا أستاذ علي تفضل أول حاجة تفضل شكرا خذ لك خذ بس سلام ليش؟ استنى موقف محرج انك تطلب مني مواقف معدومه ها مش لا لا اكيد في ايوه يا اخي مش مستحضر والله ما بس ان عندي لك مثلا بعض المواقف الذي حدث مثلا في الثوره المباركه 2011 يا سلام موقف وقالي هنا عده مواقف انا اذكر لك بعضهم مرة من المرات في مركز إعلامي يعني يوزع مذيع يعني مذيعين يعمل روبرتاج ويسل القنوات قنوات أجنبية وعربية وكذا كانت الأحداث في أول جهاز كان في شغل كان فيه فبيتصل لي يوم قال في واحدة روسية أو فرنسية جت تشتيد لف على الخير على الخيار اشتكت لان ما بش عندي موظف نشتيد الفبه انا قلت يلا تمام انت تعرف على الخيار ايوه هي تتكلم عربي طبعا ها وبعدين بس انه اشتيد لي يعني من اسال انا اللي يعرفه وهو يعرفني تصلي قلت يلا تمام انا قصدي نص ساعه ادري هو بسرك ازرق يقول هذا روسي صاحبي المهم انا قصدي نص ساعه الف ماشي تطول ايوه لفينا مرت على الخيام وكم الخيام؟ اهي هذه خيمة كبيرة وهذا خيمة صغيرة وهذا خيمة الفنانين وهذا خيمة الدكاترة وهذا خيمة الأكاديميين وهذا خيمة النواب وهذا خيمة حتى الفراجين حتى الكل خيمة عمال النظافة وقوة جميع تلقى الذي بيتكلم إنجليزية بيتكلم فرنسية بيتكلم روسية عجبتها أيوة يعني شعب كله موجود هنا والتلفزيونات والكمبيوترات النت يعني حياة حياة وقامت تصورهم والمهم ارتاحت المهم أربع ساعات لو ما قدرنا ندوخ قالت أربع ساعات أربع قالت أوكي قلت أوكي أوكي يلا قلت أنا عرضت فش قلت بتقول يلا الثاني أي الثاني قالت اعتصام ثاني أي اعتصام ثاني قالت اعتصام ثاني التحرير قلت التحرير انا ما اسير شيء قلت ما انا ممنوع ممنوع انا ما الدكتور قال لا تسير شيء سرت واحد من الشباب الذي هم يعني ما قلت سوق سارت شيء تعمل استطلاع ايوه سارت ورجعت في ساعه الا ربع سارت وزاره التحرير الاتصال ورجعت عشان كانت خيام قليله في ساعه إلا ربع وصلت طوالي قالت لي من هو الذي يشتوي تغيير هولا ولا هولا قلت هولا
قالت ليش؟ قلت لأنه الوضع كذا والوضع كذا والوضع كذا يبين شحلها. قالت لا 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 حول خليه يضربوا بالتغيير ما عندهم شيء. ليش قالت يعني مناظر يعني الريحة أول كذا وش كانوا ما يعني هم من المفروض يطلبوا تغيير لأنه مناظرهم مش يعني بتبس الناس ما أقول لك يعني البراطجة على ضيهم جالسين تلعينة أشكاء لا فقر لا علم لا أخلاق وماشي تغيير ماشي اشتغل اشتوى على نار بل وساخة بل شمبر ريحة بل اشتوى غضاء المهم قلت لا شوفي الذي يحكمون الآن علي عبد الله صالح وشلته هم هؤلاء نفسهم بس ان هؤلاء هو عزلات واشتروا بدلات وهؤلاء جاهزين وسخي ما قد قعدوا ما قد قعدوا مش بدلات فقط ولا هذا العقلية نفسه بيحكم له. طيب استاذ علي موقف جميل هذا من المواقف الذي كان لي دائما تحضرني موقف جميل جدا واحنا وصلنا الى ختام تقريبا الحلقه بس باقي معنا الذي هو فقره تهنئه وابتسامه فقره تهنئه وابتسامه مشاهدينا الكرام مع مغترب يمني عملنا له مقلب خفيف تابعونا في هذه الفقره ونرجع لنختم الحلقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم العيدي الضيف في حكم الضيف الذي تتابعونه على قناة سهيل الفضائية. في هذه الفقرة فقرة تهنئة أو ابتسامة التي ما في هذه الفقرة المخصصة للمغتربين تهنئة أو ابتسامة نلتقي بأحد المغتربين في المملكة العربية السعودية الأخ معاذ البارك. اهلا وسهلا بك معاذ. اهلا وسهلا بك وكل عام بخير وانت بخير والشعب اليمني واليمني واليمن كلهم بخير ان شاء الله. ان شاء الله احنا بس عيد هذا خلاص سهل نهنئ الشعب اليمني وهنئ الشعب اليمني وهنئ الوالد والوالده واخواني يعني الشعب الواحد يبدا بالام لا يعني عادي براحتك تبدا من ليش بس لا تركز يا اخي. من اولا قال لك ابوك وامك اولا وهنئ الوالد والوالده واخواني وجميع الوالد والوالده بزوري باللهجه ايش كيف لا تربشوني وهنئ الوالد اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وهنئ بسم الله الرحمن الرحيم وهنئ الوالد والوالدة وإخواني والشعب اللي من هم والدي ووالدتي صح ممكن والدي ووالدتي وأقول لكم كل عام بخير يعني ما تخليهاش جاف في على طول بشير أربعة نزل أربعة ثلاثة نطلع بسم الله الرحمن الرحيم وهنئ الوالد الغالي ووالدتي الحبيبة بمناسبة بمناسبة العيد دقيقة بس لا تمسح شوي جاك كل شوي خليك ثابت خليك ثابت خليك مسح عيونا مسح عينك يلا أربعة ثلاثة اثنين اطلع بسم الله الرحمن الرحيم وهنئ الوالد الغالي هنئ الوالد الغالي ووالدتي بمناسبة ربش ليش تطرح لك هي مسألة عادية يعني سامة حلوة تمام تهنئة وتكلم بس يعني بأريحية مشو متوتر لا ما أنا شو متوتر هتشيلهم أي رحلوك ذا لعين لا ما يرحلون على غير حلولي لي خمس رجعت في عيشة حلو سامة هذا حلو بس شوف قال لك أقع مثل المشلول يا أخي ما دخلك مني إبراهيم مشو علي يا سيد بفعل هكذا ما يا اخي ما افعلش هكذا والله نفعل هكذا ما يغش نعم برنامج على شيء اذكر منهم عشان بس لا وشتي بس خليه يشوف يلا وشتي مشي حالك أربعة لانك شيء ست حج شيء بتل فيديو ابراهيم أربعة ثلاثة اثنين طلع بسم الله الرحمن الرحيم اهنئ الوالد الغالي ووالدتي العزيزة بمناسبة العيد عيد الأضحى المبارك وأهنئ الشعب اليمني والحكومة اليمنية بمناسبة العيد عيد الأضحى بمناسبة عيد الأضحى ليش العيد عيد هاي صح
العيد عيد العافية. شو ما فيش تعيد في الكلام؟ ابشر. عيد الأضحى. بالنسبة عيد الأضحى. ابشر ابشر عيد الأضحى. بشير من اول ما جينا وما قد شفت شيء. حتى انت تتذاكر حتى اذا عادي يلا لو ما تشيش عادي نجيب واحد ثاني. لا لا بشير انا مشي الا طلع بالتلفزيون. شوف انت بتبشرنا يا خالد بتتكلم عن زي لكن الان عمل عمل العمل عمل غير بشير. تمام تمام ليش خافت من المليون؟ رايح شكرا الله يرحمها عليكم. انا اسف انت اللي اخذتنا لا تفلسف. ايوه والله انها انت اللي اخذتنا اربعة ثلاثة اثنين اطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الوالد الغالي. أهني الوالد الغالي. أهني الوالد الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الوالد الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الوالد الغالي ووالدتي العزيزة بمناسبة عيد الأضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني والد العزيز ووالدتي الغالية بمناسبة. لا تفعل شاكذا يا إبراهيم. أنا غادي نعلم. ايوه علمنا عايزين بعد زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنئ والدي العزيز ووالدتي العزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنئ أخي فلان فلان وأخواتي وعمي 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 حلتم بريح يهنئهم. أربعة نزل أربعة ثلاثة اثنين طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ الوالد الغالي ووالدتي العزيزة بمناسبة الكاميرا حكيها دولا أنا. وركز يا يلا بسم الله. ما مش معانا واحد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله آخر مرة. واحد. مش واحد. عد يلا. أربعة ثلاثة اثنين طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الوالد الغالي ووالدتي العزيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأهني الشعب اليمني. وأهني الشعب اليمني. لو يشتيش التلبسان كذا يفعل. لا ولا تتعبوا بحقكم من المسلسلات هذه وانا قلنا من ما يصور. ما يصور. يلا ها. الحين بتصور ولا لا؟ ايوه ايوه شر. اذا هو عاد بالله. عادي ما بش حاجة. والله ما بحاجة. اجلس انا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. أهني الوالد الغالي ووالدتي العزيزة بمناسبة. لا تمسج لعندي. ليش ما بك؟ يا اخي ترى تاشر ليش على هاي؟ ارفع صوتك يا والدتي ولو ما قدك عند الوالد والوالد. ايوه خلينا والدتي ووالدي. خلاص يا ابو امك. الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك. مش وقت ابراهيم. يا ابو امك. يلا اربعه ثلاثه اثنين طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. اهنئ والدتي ووالدتي العزيزه ووالدي الغالي بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وكل عام وهم بخير. وأهنئ الشعب اليمني والحكومة بمناسبة عيد الأضحى. الحكومة ها مهنئ. ما مش معك ولا شيء. أدي أخو أصحابي مسموحين. أدي لك على واحد ثاني. يعني ما أديش لحكومة ولا دولة. أنت هنئ منش هنئ بس على طول تبدأ بهم. ابدأ أخواتك أنسابك أقاربك أصحابك وبعدين تهنئ. يلا بسم الله. أربعة ثلاثة يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ والدتي الغاليه ووالدي العزيز بمناسبه يا اخي تربشني لا موت اعمل بيدك على هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كملت بسم الله الرحمن الرحيم الاول. يلا واحد عد هذه المره اخر مره بعد ريق يلا. اديت هنا هذه ماشي عدنا واحد ثاني عادي معاه مش في احراج. لا هو يا ولد انا شفت الثانيه. اربعه ثلاثه اثنين طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ والدتي الغالية ووالدي العزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا أخي هذا اللي يربش عقلي ياك هذا اللي. لا والله إنك سع الرجل الآلي. أهنئ والدتي ما حد له تفعل هذا. شوف صلي على سيدنا. أهلا وسهلا سهلا. أنا بكون جنبك. بغششك. انا مش ظاهر في الكاميرا هذه صح؟ لا لا هذه ولا هذه خلاص بغششك انا اذا تاخرت. يلا اربعه ثلاثه اثنين طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. اهنئ والدتي الغاليه ووالدي العزيز بمناسبه عيد الاضحى المبارك. واقول لهم كل عام وانتم بخير. كما اهنئ اخواني واصدقائي واخوالي وانسابي واولاد عمي واحبابي بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وكل عام وهم بخير. ما اقول ذا احبابي. طبعا هذا كله كان مقلب.
أنا معك مقلب تمام هذا هو مقلب الكاميرا الخفية والتهنئة موجودة الآن عتهني تهنئة حقيقية هذا كله كان مقلب وبيطلع تمام هذا حقوقي الآن إيش تمام تدي التهنئة الآن براحة تدي التهنئة الآن تدي التهنئة ولا عن قاطعك ولا عن فعلك وتهنئة من جشتي وتفهمك ولا عن فعلك هكذا ولا شيء لحين تهنئة من جشتي وعلى أياس جشتي أو بعد هذا الآن عليك مضبوطة تهنئة من جشتي ما حكا يوقفك ما حكا يوقفك أربعة ثلاثة اثنين اصدر هذا الكلمة صح أربعة ثلاثة اثنين اطلع بسم الله الرحمن الرحيم أهنئ الوالد والوالدة أهنئ الوالد الغالي والوالدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما أهنئ أصدقائي وأولاد عمي وأخواني بمناسبة العيد المبارك وأقول لهم كل عام وأنتم بخير كما أهنئ مراد الشعيبي بمناسبة زفافه وأقول له كل عام وأنت بخير والسلام عليكم ورحمة الله امدوني الكاميرا الخفية طيب اديني الورقة انا اسمع شوف او لانه في مقلب فعندنا لك مقلب وهذا ضروري من ضروري من انك تكتب موافق على عرض لا 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 يا ولد عيب عليك شوف شوف تكتب انا اسمك معاذ معاذ البارك انا معاذ البارك موافق على عرض هذا المشهد على طول يا رجال عيب عليك حلو هذا هذاك عربة حلا هيا افتحها عادي عادي تعرف غضب بس بتغضب قوة يا ولد اضغط انت ليش اضغطه يلا هذه اخذ ثاني ولا كيف لا لا هيا معاذ نفسي نخلص والله شيء باقي يا ولد كهرباء ها ما الكهرباء يمسك لي كهرباء طيب اكتب يمسك الصوت يمسك الصوت يمسك الكهرباء هذا ما هو قلم هذا والله كهرباء والله الان كهرباء رايك يا استاذ علي 100% طبعا شوف احنا بنعمل المواقف هذه مواقف خفيفه يعني هي ماشي كاميرا خفيه يعني لانه البرنامج ما هو مخصص لهذا الشيء فقلنا تكون تهنئه وابتسامه جميل بنعمل فيها بعض الابتسامه شيء كويس حلو قدوه هي تواصل تعتبر مع المغتربين تواصل مع الناس تواصل. اكيد طيب في ختام الحلقه هذه الاخ معاذ سلام كلمه ختاميه او تهنئه تقدمها انا اهني لجميع فرد الشعب اليمني في الداخل والخارج اخص بتهنئتي الوالده الله يحفظها اخواني اخواتي زوجتي اولادي والجميع جميع اصدقائي شكرا وانا اهنيك ايضا الله يسعدك اهنيك على شخصيتك الرائعه من طيبك طيب والله تشرفنا بك اليوم لي الشرف الله يبارك فيك يسعدك الاستاذ علي احب اهني الشعب اليمني كامل في الداخل الوطن وفي خارج الوطن واقول له كل عام وانتم في الف صحه والف خير طبعا ابي وامي توفوا الله يرحمهم يعني الله اهني للشعب اليمني طيب اقاربك اولادك اولادي اهني اولادي اهني زوجتي اهني احبابي اصدقائي طبعا انا الشعب اليمني مو قوم الشعب اليمني يعني انا ما لازم سابق الكريم حتى وقاطعتنا انا بس عندي اضافه صغيره بس طبعا. تهنئه خاصه لجميع المقاومين في كل جبهه وفي كل مدرس وفي كل عام وانتم كل عام وانتم بخير اسال الله العلي العظيم ان يقويهم ويسدد رميهم ويثبت اقدامهم باذن الله امين ان شاء الله استاذ علي كلمه اخيره طبعا انا اهني الشعب اليمني والامه الاسلاميه واهني الحجاج الذي ان شاء الله من الله عليهم بالحج غفر الله لهم ان شاء الله ونقول لهم حج مبرور ونقول لهم حج مبرور وسعي مشكور وهي تهنئه الاسر الشهداء والجرحى والمقاومين في جبهات الغذاء وهي يعني للشعب اليمني بشكل عام والحكومه الشرعيه وهي ايضا لاهلنا في ارحب ويعني زوجتي واولادي وابي وامي واخوتي
وهي كذلك للأستاذ عبد الكريم والضيوف الأكارم، وهي أيضا للأساتذة المصورين الأستاذ كمال والأستاذ إبراهيم، جميع الطاقم، أستاذ محمد المخلافي، أستاذ محمد طبعا، محمد المخلافي حبيب الكل. طبعا أقدم اسمك عيد الله في الكابشن ما وأنا أشكركم على هذا الروح، ويكفيني أن احنا تعرفنا على شباب الرائع. أي والله السلام. طيب إذن أنا بدوري أشكر ضيوفي الأعزاء في هذه الحلقة المميزة إن شاء الله، وأشكركم أنتم مشاهدين الكرام في كل مكان، وأشكر الطاقم الرائع معنا في هذا البرنامج. تحياتي لكم، نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.